اهلا بيكم كل اللي بيشوفونا على تلفزيون اليوم السابع. هكون معاكم انا رحمه خليفه في لايف جديد. زي ما احنا شايفين كده، الرنجه الاكله الشعبيه اللي الناس كلها بتحبها، مناسبهم في عيادهم، في عيد الفطر، في شم النسيم، الناس كلها بتحبها اكله الرنجه دي. عم مجدي غير بقى مفهوم الرنجه خالص، غير انها بتتاكل في البيت وبتاع، لا هو هنا عامل عربيه رنجه في الدرب الاحمر، ومش بيبيع رنجه وخلاص مكتفي بالرنجه، لا ده كل شويه يعمل منها اختراعات جديده. زي دلوقتي شايفين اهوت معانا الكريب. الكريب ده محشي رنجه وبطاطس، وده حواوشي رنجه برده. ده ايه؟ شيش رنجه. ده شيش طاووق رنجه، يعني عيش سوري برده ومحشي جواه شيش من الرنجه بدل الفراخ. فعم مجدي بقى يحكي لنا التفاصيل دي دلوقتي، ونشوف الحاجات دي وبتستوي وطريقتها عامله ازاي. منورنا يا عم مجدي في تلفزيون اليوم السابع. عرف بقى الناس بيك. انا اسمي مجدي الشهيد الملك الرنجه، صاحب الكوميديا العربيه في مصر. عملت المشروع، حبيت اعمل مشروع، عملت حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده. ففكرت ان انا اعمل ايه؟ عملت الاول طلبات وسندوتشات وكده، وطبعا الرنجه بتشتغل مواسم، ما بتشتغلش طول الاسبوع يعني، فحبيت اعمل حاجه جديده فيها بتشتغل طول الاسبوع. اعمل حاجه جديده فيها اللي هي تشتغل طول الاسبوع. فاخترعت حاجه اسمها حواوشي، حواوشي رنجه بالجبنه والموتزاريلا. وبعد كده عملت كريب رنجه، وبعد كده شيش، وبعد كده بدات بقى ان انا اطور من نفسي، اعمل يعني الحاجات لما بيجي زبون يجي يطلب مني حتى سندوتشات وطلبات، فبتذوقوا الحواوشي. بتذوقوا الحواوشي الرنجه. فكان بيقول لي حواوشي رنجه، فكنت بدوقه ببلاش كده. فكان بيدوق لي الجبنه ياكل مني سمك وكده. خليه تاني يوم جاب لي معاه الناس، فبيجوا يشوفوا، عايزين يشوفوا الاكل اللي كان اللي دوه ده حقيقي ولا حاجات الناس بتوصل. فبيدوقوا الاكل وكده، فبتاع كده. فبقيت اطور برضه نفس مره، عملت شيش رنجه، وبعد كده عملت كفته رنجه، وبعد كده عملت حاجات كتيره قوي. واخر حاجه، طب والناس متقبله بقى الحاجات دي؟ هي الاول ما كانش متقبلاها كده، ما كانش حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده، فكانوا مستغربين. فكانوا ما بيدوقوا يشوفوا الاكل ونظافه الرنجه، جوده الرنجه اللي انا بعملها بجد، دي رنجه درجه اولى، وبخليها في البيت لدرجه بحطها في تتبيله معينه بتاعتي، عشان انا احطها على الفحم، احطها في درجه وقت كتير. طب يلا نشوف الحاجه بتستوي ازاي، وتقول لنا بقى الطريقه يا عم مجدي. زي ما احنا شايفين كده، عم مجدي بيجهز الشوايه عشان يعمل اللي عليها الاكل. قولي يا عم مجدي بقى، بتعمل الحاجات دي ازاي بقى؟ هو انا من حب الرنجه والحواوشي والحاجات دي، بعمل فيها حاجه جديده اللي هي الحواوشي اللي بعملها. الاضافات بقى بتحط ايه عليه؟ بتعمله ازاي؟ دي خلطه انا عاملها، وبعد كده بحط فيها رنجه، رنجه وبصل، وبعد كده ده بالنسبه للحواوشي. والكريب بقى بتحط له ايه؟ طيب بالنسبه للشيش، بعمل شيش اللي هو الشيش رنجه، اللي هو زي ما بيبقى كفته ولحمه وكده، بعمل له فلفل الوان وبصل، واقعد بقى اعمله في السيخ دوت. يعني الشيش بتبقى قطع الرنجه زي ما هي، الناس هنا في الدرب الاحمر مستوعبين الحاجات دي ولا ايه؟ هي كانوا مستغربينها لما شافوها وجابوها، والحمد
الفيديو اللي انا نزلت الحاجات اللي انا عملتها دي على الفيس فبقى الناس بتجي لنا من حفظها والناس بقى تجي من بره مصر كمان الحمد لله الناس بقت من ليبيا ومن السعوديه الحمد لله وكل ماذا في الجيب ان شاء الله. الافكار دي بتجي لك ازاي بقى؟ والله بتجي لي على الدعاء بقى والدتي الله يرحمها يعني كده يعني مع نفسي كده قلت ابو شهور عايز اعمل ده من كده ان هي تشتغل وكده والحمد لله كل حاجه اعملها الناس تيجي تزورها تعجبها فبتشجعني ان انا اعمل حاجه ثانيه. دي الاكلات اللي عم مجدي بيعملها بالرنجه حواوشي وكريب وشيش برضك بعمل بشاميل يعني كمان عم مجدي بيعمل مكرونه بالبشاميل محشيه رنجه يعني ال... برضه فكره جديده وحلوه وعجبت الناس كتير والصاروخ برضه الكفته كفته كمان كفته رنجة بعملها خلطه كده برضه انا بعملها بعملها برضه في الاسياخ زي كده بحطها على الفحم يعني اللي يشوفها ما يقولش الاسعار دي ايه بقى يا عم مجدي يعني الكريب ده بكام والحواوشي بكام والشيش الحواوشي والكريب والشيش كله ب 20 بس فيها بقى في حاجات بتبقى ميكس الميكس ده بكام بقى الميكس ده بيبقى رنجه وبطوخ ب 25 25 في حاجه برضه جديده اسمها غريب كده شويه بس الحمد لله عامله ضجه حلوه جامده ربع كيلو دي خطيره دي ناس برضه بتجيبها بتشوف رضا الحوت دي بقى عباره عن ايه برضه عشان اللي ما شافش قبل كده الحلقه ايه رضا الحوت دي يعتبر عيش كريب عيش اللي هو السوري وبرضه بعمل بصل اللي هو الالوان يعني زي ما انتوا شايفين كده عم مجدي اصلا العربيه في الشارع بس بجد جوده الحاجه والنظافه شوفوا هو عامل ستاره اصلا دي بتبقى مقفوله عشان ما يخشش اي حاجه يعني مقفل على نفسه وهو بيعمل والحاجه منظفها في بيته حاجه نظيفه يعني هو زي ما انتوا شايفين كده بيبقى قافل الدنيا عليه عشان التراب وعشان الحشرات وكده اسعار بقى السندوتشات والطلبات يا عم مجدي السندوتشات 5 جنيه سندوتش رنجة 5 جنيه في الميكس اللي هو رنجة وبطاطس 7.5 بقى الملك الرنجة سندوتش ملك الرنجة سندوتش رغيف عيش معمول زي السكينة كده وعمل له رنجة وبطاطس والرابعة ده الكريب يعني الخدمه هنا اصلا ما تقولش ان ده مكان في حاره شعبيه في عربيه في الشارع مش محل بس بجد الحاجه نظيفه والاجواء هنا القعده هنا حلوه جدا في المنطقه دي كمان عم مجدي عامل توصيل كمان يعني نشوف الحواوشي بقى بعد ما جهز الجبنه الموتزاريلا بس عشان تسخن الجبنه
كل يوم بأمر الله في الجيل، يعني كل مرة عندي حاجات كتير كتير. عندك فسيخ كمان؟ عندي فسيخ. بتجيبه جاهز برضو ولا انت بتعمله؟ الفسيخ برضو هتعمل فيه نفس الموضوع ده ولا ايه؟ الفسيخ برضو هتعمل فيه نفس افكار شيء هي او شو كريب، عمل افكار تانية جديدة برضك، وعمل في السردين نفس القصة هدو جديدة، بس مستني بقى ربنا يطلب يعني واسع عليها كده ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. هتهالي كده خلاص استوى؟ يعني نوري الناس بقى الحاجة بعد ما خلصت. فين اصلا يعني العربيه نظيفه بجد؟ ده الحواوشي. ده شكل الشيش قبل ما يستوي. عامل شيش طبق رنجة. ايدك بجد يا عم مجدي. زي ما احنا كده شايفين عم مجدي ملك الاختراعات زي ما بيقولوا، بيبتكر كل شوية حاجة جديدة في الرنجة، بيعملها بطريقة مختلفة. الناس بتجيله من كل مكان عشان نضيف حاجته والاختراعات الحلوة اللي هو بيعملها. عشان بقى نشوف تفاصيل اكتر عن الحاجات دي بتتعمل ازاي، استنونا في تقرير على التلفزيون اليوم السابع. كنت معكم انا رحمة خليفة، شكرا ليكم.